أمس وعدتكم على أساس أني أتكلم عن الرياضة بالنسبة لمرضى السكلسل. طبعاً الآراء اللي جتني على الخاص بين مؤيد للرياضة وبين معارض، ولكن المؤيدين تقدروا تقولوا نسبة 90% والمعارضين تقريباً 10%. والمعارضين ما كانوا لأجل مو محبة في الرياضة، ولكن خوف إن الرياضة تكون زين سبب للآلام أو الهجمة أو كل شيء، فلذلك يتحاشى الرياضة. زين، الآن أنا موضوعي بيكون عن الرياضة. زين، وبقول ليكم وش اللي المفروض يصير وإيش اللي المفروض ما يصير عشان نتحاشى اللي ما نبغى. من واقع تجربة ومن واقع استشارة أطباء متخصصين، مريض السكلسل يحتاج للرياضة، ولكن أي نوع من أنواع الرياضات اللي المفروض هو يتقيد فيها؟ مريض السكلسل مسموح ليزاول جميع الرياضات حتى حمل الأثقال بناء الأجسام، ولكن بشروط، ألا وهي أن أنت يا مريض السكلسل لما تروح تجري أو تسبح أو تلعب كمال أجسام أو تمارين سويدية اللي هو، سوي كل الأمور هذه، ولكن لازم تضع في الحسبان أنك أنت ما توصل إلى مرحلة تجهد فيها نفسك أنت، وأنت في أثناء التمرين زين لما تحس نفسك أن أنت تعبت أو بديت تعرق، وقف على طول، خذ لك بريك 5 إلى 10 دقائق. وفي حاجة مهمة بعد، أثناء التمرين لازم تحرص على أن تكون عندك غرشة الماء في إيدك، بحيث أن أنت زين تعوض السوائل اللي تطلع من جسمك أثناء التمرين لما تعرق ولاش. حتى لو ما عرقت خلي الماء عندك، وكل شوي لازم تشرب. يعني لا تروح الصالة أو تروح الممشى أو أيا كان زين من غير ما يكون عندك ماء شرب. زين، وأهم شيء بين يعني كل ربع ساعة أو 20 دقيقة خذ لك 5 دقائق بريك، لا ترهق نفسك. بالنسبة لي أنا من واقع تجربة، من آخر مرة تعبت فيها ودخلت العناية المركزة وطلعت خسران تقريبا 6 كيلو، ما أدري 7 كيلو، طلعت وأنا جسمي هزيل والله العظيم يا جماعة الخير، يمكن ما أقدر أشيل حتى غرشة ماي دي الكبيرة. نصحني الدكتور ورحت وسجلت في الجيم وبديت تمارين، صرت أمشي أحرك الدورة الدموية، صار التنفس عندي يعني أفضل، بديت ألعب كمال أجسام أشيل أثقال، ولكن ما هو الشيء اللي تعبني ويرهقني. زين، ترى قاعد مرتي قاعدة تلهيني. زين، فلما بديت تمارين من أول أسبوع ثاني أسبوع تغير نومي، تغير أكلي، تغيرت نفسيتي، غيرت صحتي. بعد شهر بالضبط والله يا جماعة الخير اني زدت 6 كيلو. زين، فانا انصحكم في الرياضة، ولكن الرياضة المعتدلة، لا ترهقوا نفسكم، لا تتعبوا نفسكم. واحد يطيح باكر يقول حسين التيلف علينا وقال روحوا تمرنوا وشيلوا اثقال وما ادري ويش، انا ما انا ناقص. زين، فالرياضة زينة بالشيء المحدود، سواء للأطفال للصبيان أو للرجال الكبار، أنصحكم فيها وبقوة وراح تلاحظوا الفرق. زين، وتحياتي لكم، مع السلامة.